بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم على البركه، ايها الاخوه، من جديد انطلقنا شوطنا الثاني، خصص الجعدان المفتوح، شعارات اصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من ابناء القبائل في الباب، هناك لا يمنع بالمشاركه مع هذه الشعارات الحاضرة، مع هذه الشعارات الكبيرة، هذه الشعارات المميزة. ما شاء الله تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، ما شاء الله. أشوف دائما هذه الانتصارات، أشوف دائما هذه الانطلاقات المميزة. هناك مع انطلاقاتنا الجميلة، مع انطلاقاتنا المميزة، هنا على أرضية هذا الميدان، وعودة دائما إلى المركز الأول، شعار الطيارة، شعار الطيارة، شعار هذا الاسم اللامع في هذه الرياضة العربية الأصيلة. ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك المركز الأول اللي هو زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وهناك المركز الثاني سعود عبد الله بن علي بن واس الاجتبي، وفي المركز الثالث الله حذاري من هذا الاسم، حذاري 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 من هذا صاحب التوقيتات الجميلة، صاحب التوقيتات المميزة على أرضية ميدان المرموم مشيب لسمو الشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلى وجمال بن سعيد بن سالم الشمطي الاجتبي، وفي المركز الرابع هناك البترول الولع عفوا اللي في المركز الرابع، هناك اللي هو سراب علي بن محمد بن مطر بن غدير الاجتبي، وفي المركز الخامس وصل في هذه اللحظات اللي في المركز الخامس وصلنا لشعار الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار احمد، مع من نشوف الرقم، جد مني شوي اشوفه هناك ايضا عجيب عجيب عجيب، خامس المركز السادس وصل في هذه اللحظات شاهين هجند الشبه سالم سعيد في التضمير، وفي المركز السابع ايضا جياش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم، وفي المركز السابع اللي في المركز الثامن نعم هناك اللي هو المزيون ومحمد بن خلفان الغويص، اشوف نقلتنا على المركز التاسع اللي في المركز. اللي في المركز الثامن شاهين وسيف بن عبد الله بن سيف الأغرير تاسع المراكز، وصل مدهش لحمدان بن محمد بن راشد بن غتير الاجتبي، وفي المركز العاشر وصلنا هناك مشعل أحمد بن مبارك بن محمد بن سعيد بن هلي. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة للمراكب، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. التواصل مستمر أيها الإخوة، والانطلاق مميز مع هذه الشعارات المميزة، هذه الشعارات الجميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. أيضا المركز الأول ما شاء الله غني عن التعريف، زعفران أيضا من سجل توقيت مميز على أرضية هذا الميدان، ما شاء الله أصحاب التوقيتات الجميلة والمميزة دائما تتواجد في الأشواط الأولية، في الأشواط الأولية. يلا يا أبو مطر، يلا يا أبو مطر، شعار الطيارة أيضا من يواصل إنجازاته وطموحاته للنقطة الثانية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، مع المتألق سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري مشيب ثانيا لسمو الشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلى وجمال بن سعيد
سالم شبطي الاشتبي ايضا حاضر ومتابع هذه الانطلاقات. المركز الثالث هناك شعار بن غدير، والله يا هناك ايضا اسم جميل مميز سراب علي بن محمد بن مطر بن غدير الاشتبي. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم وفاء تماما بانطلاقاتنا المميزة، انطلاقاتنا الجميلة. وسلام عليكم هل زعبيل، والله هناك السلامات إلى زعبيل، إلى زعبيل، إلى المقر الرئيسي هناك للإنجازات وللانتصارات. شكرا سعيد بن عبيد الحميري على هذا الحضور الجميل، هذا الحضور المميز، شكرا على هذا الأداء الموفق. بقول هنا مع أرضية هذا الميدان تهانينا والناموس. المركز الثاني لسمو الشيخ منصور بن ابراهيم المعلى جمال الشمطي، وثلاث المراكز لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد سراب رابعا، وهناك لعلي بن محمد بن طار بن غدير، وفي المركز الخامس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام.